اليوم تأتي مشاركتنا في معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير الجهاد 2021 برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظها الله، باعتباره من المعارض الدولية المهمة في مجال الإغاثة اللي هي أيضا أحد أهم أهدافنا في مؤسسة زايد الأعمال الخيرية والإنسانية. واليوم جاءت مشاركتنا بتوجيهات من رئيس مجلس الأمناء سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان وأخي سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس، وأيضا بتعليمات ومتابعة من سعادة حمد بن كردوس العامري المدير العام. وهذه المشاركة ليست الأولى لنا في هذا المعرض، بل شاركتنا في دوراته السابقة، وذلك لحرص المؤسسة بالتواجد في مثل هذه المحافل والمعارض للتعريف بأنشطة المؤسسة وبرامجها العديدة داخل وخارج الدولة، وهو أيضا فرصة لنا لتكوين شراكات مع المؤسسات والجهات المشاركة في هذا المعرض. مؤسسة زايد اليوم قامت بالكثير من المشاريع والبرامج الإغاثية في العالم، واليوم نحن نحتفل بعد عام تقريبا من الآن بمرور 30 عام على إنشاء هذه المؤسسة على يد صاحب الأيادي البيضاء الشيخ زايد طيب الله ثراه، ووصولنا بفضل من الله سبحانه وتعالى لأكثر من 180 دولة في القارات الخمس، واضعين خطتنا الاستراتيجية في تطلعاتنا لتطوير العمل الإنساني والخيري وبرؤية واضحة لتحقيق أهدافنا الإنسانية في الصحة والإغاثة والتعليم وفي مختلف مرافق العمل الخيري، بغية الوصول إلى كل محتاج ومحروم وإلى كل مجتمع إنساني بحاجة إلى المساعدة. هدفنا الإنسان بغض النظر عن انتمائه ودينه وعرقه، لأن الشيخ زايد طيب الله ثراه كان همه الإنسان، ولا زال أبنائه الكرام يسيرون على نهجه وكذلك مؤسسة زايد. وبهذه المناسبة أحب أغتنم هاي الفرصة لنهني ونبارك لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على اختياره أفضل شخصية دولية في مجال الإغاثة الإنسانية عرفانا دوليا لدعم سموه المستمر وجهوده الخالصة في تعزيز العمل الإنساني والإغاثي الدولي، فهو القلب النابض في جسد الإنسانية واليد البيضاء الممدودة لإغاثة كل ملهوف في العالم، ربي يحفظه ويطول في عمره. وأخيرا شكرا لكل من ساهم في إنجاح هذا المعرض اللي يعتبر ناجح بكل المقاييس، وحجم المشاركات فيه كما نراها للعديد من الجهات من مختلف بلدان العالم، خصوصا والعالم اليوم يمر بهذه الجائحة اللي نسأل الله العلي القدير أن يرفع عنا وعن العالم هذا الوباء، وأن يحفظ الإمارات وقيادتها وشعبها وكل من يعيش على أرضها الطيبة. اللهم آمين.